نحب نتعرف بحضرتك. اهلا وسهلا، انا دكتور عبير احمد. انا استاذ باطنه غده صماء وسكر كليه الطب جامعه عين شمس، ومدير وحده الباطنه في مستشفى عين شمس التخصصي اللي في العمود. شرفتينا يا دكتور. اهلا بك. دكتور، كنا حابين نعرف من حضرتك اكتر عن مرض السكر. مرض السكر هو في نوعين اساسيتين، هما في النوع اللي بيجي في الاطفال وده بيجي في صغار السن، ده بيبقى سببه نتيجه ده مرض مناعي بيأثر خلايا اللي بتطلع الانسولين من البنكرياس. لكن في النوع الثاني اللي بيبقى اكتر في الناس في الكبار، وده بيبقى نتيجه مقاومه الجسم للانسولين. الانسولين موجود لكن مش بيشتغل بطريقه كويسه، وده بيكون بسبب عده اسباب. هل المريض ممكن يكون المريض ده بياخد ادويه معينه، ممكن يكون المريض ده هو طبعا عنده سمنه، في عنده دهون في الدم، يكون عنده ضغط، فالعيان ده هو بيبقى من النوع الثاني. في السكر اللي بيجي مع الحمل، وده في الغالب بيجي في الشهور الاخيره مع الحمل، ممكن يستمر بعد بعد المريضه بتاني. تمام يا دكتور. طيب دكتور، في اعراض لمرض السكر؟ يعني في حاجات اول ما تحصل للشخص العادي يتوجه يحلل او يتابع مع دكتور؟ طبعا لما الانسان يحس انه بيشرب ميه كتير، بيدخل الحمام يتبول بول كتير، ممكن لما يحس انه مع انه بياكل كويس لكن بيخس، فده برضو ممكن تخلينا نفكر انه احتمال يكون عنده اسهال. لو عنده تاريخ مرضي في العائله، يعني عنده حد في الاسره عنده السكر، لو هي تكون كانت حامل وكانت ولدت اطفال بحجم كبير كان عندها ميه كتير على الحمل، فده بيخلينا ان احنا نفكر على طول ولازم نروح للدكتور نعمل تحاليل. تمام، ميرسي جدا يا دكتور. أهلا شكرا لحضرتك. أهلا.